خيبة بيعت. كأنه ما عدنا قناة نسوي لها فيديوهات، كأنه ناسين إنه إحنا صانعين محتوى فخمين أسطوريين عبقريين متحرفين شنو متخر قصدي مو متعفسه شوي عبقريين عبقريين the one and only عمار وريم راجعين لكم فيديو اخت الجذب. اول شيء نقول لكم سوري لان هواي مقصرين بالفيديوهات. انا ما حقول سوري لان انت اذا تنزلين قناتك. المهم احنا لازم نهتم بجمهورنا الكبير المحترم هنا بالاول. اريد نقول لكم سوري بس احنا لازم تعرفون هاي الحياة الجديدة ما متعودين عليها، انه عندنا طفل واهتمام الطفل ومشاكلنا مع بعض اللي تيجي من وراء الطفل وضايعين بحياتنا. شكروا ربكم انا وعمار متفقين هلا نزلنا لكم فيديو، ما بتعرفوا بكره شو بيصير والبارحة ما تعرفون ايش صار. بلا دبك مشكل. حياتنا هوايه متغيره لدرجه انه احنا ضايعين، وفوق هذا كله انه احنا مو بالبيت. يعني احنا ببيت مرت عمي، بيت عمي وعندنا اخبار حلوه، وريم راح اقول لكم عن هاي الاخبار الحلوه هسه. ليش راح يمكن مو يمكن راح نرجع اقوى من قبل صراحه تفضلك. حسيت عمار عن جد راجع بقوه يا جماعه مثل ما ملاحظين عليه. ليك يا جماعة، أوكي واحد يصير عنده ولد الشغلة مش هينة، فعلى هيك كمان يعني عفوقة نحنا بنتنا جاييها كوليك أوي اللي هو مغص البطن، فهذا هو اللي عم نعاني منه تقريبا يوميا من لما خدت. تؤمني بتعرها يا ماما بس تبكي. هلأ هيدا لك بس الساعة 12 ونص سرم ل 11 ونص عفرت صرخة مثل هيك. بتروق لك وبترجع بتبكي. انتوا بدكم يعني بدكم تفضوا 3-4 ساعات ركض، وهذا مو يوم واحد يعني كل يوم نفس الشيء، بس لحتى هي تهدى من الصريخ، وبعدين عندكم الاكل والنوم وبتعرفوا. وغير هاي يا جماعة بنتنا اسميها خفاش الليل بوما ما بتنام. بتنام. يعني حسب مثلي انه ما تحب النوم، يعني ريم معودتها على الحضن، يعني انه دائما تنام بالحضن، فاذا انت نزلتها تركتها راح تعرفوني بابا ماما وين. فهي هاي من مشكله انه لازم نضل بايدنا 24 ساعه، وقلبنا ما ينطينا انه نتركها ونعودها انه تضل وحدها. لا وي دونت وانت، احنا نريد نكون وياها، نريد نهتم بيه. بلا عم بيصير انه ما عم ننزل فيديوهات مش مشكله. نحن بعدنا بالسويد قلنا 3 شهور ونص، عبنا نسافر ب 5 تموز جولاي، بس الباسبور تاخر. yes. فبعدها باسبوع يعني بعد ما اجلنا طلع باسبور ماريبل. ليش واللي ما يعرف اكو كانت ازمه بالسويد ولحد الان ازمه بالسويد انه باسبورات موعد الباسبور انه تسوي باسبور جديد ياخذ 6 شهور او سنة. 6 شهور او سنة حسب، وعلى ما تستلمه ياخذ هم شي شهرين 3 شهور. فقبل كنت بخمس ايام تقدر كل هاي الامور تخلصها، بس هسه ما اعرف ايش صار بالعالم ورا الكورونا، الكل بلش يريد يسافر فصار عندهم شغل هواي فما ما يلحقون. بس انا حابب افرجيكم صوره ماريبيل. لا احنا اخذناها كم صوره بس ما اعرف ليش من كل الصور اخذوا هاي بنت ملك الجمال. يعني بيقولوا هني بيقولوا القرد بعين امه غزال، بس هي منا قرد عن جد. هي غزال من صدق، هي عن جد غزال. غزال فهمتوا؟ يعني عن جد ملك. انتوا يلي بتتابعوني على الانستغرام بتشوفوا يوم يعني وتقولون كيوت، يعني ما حد قال انه بس هيكوا صوره ماريبيل. بين سمكه، حدا نافخ سمكه من صدق بين سمكه. قلت لو تشوفوا ملكه الجمال بعد شوي بفرجيكم عليها قاعده عم تاكل هلا مع يعني هي فيري كيوت، بس تعرفون الاطفال لما ياخذوا لهم صور قهرني يخلون الطفل متمدد يعني على ظهره، فالطفل هيك مسوي الكاميرا فتطلع الصوره هيك هواي مخربه. المهم يا جماعه فهذا هو اخبارنا. نحن بعد 5 ايام راجعين على الامارات ان شاء الله، وان شاء الله وهنيك بنبلش نرجع من الصفر. عندنا هيك مفاجأة جايين على الطريق، سفرات وكذا وكذا. المهم نحن اليوم بدنا نعمل تحدي نحن بنحبه لانه بنحضره وبنستمتع. هلو يا حلوين، هالمره بنحكي عن
فبعتذر قطعتكم عن الفيديو، بس شيء مهم انا دائما بحكي لكم عن الفيتامينات تاعولون، وهالمره بدي احكي عن فيتامينات النوم. هلا هن الفيتامينات اللي موجوده فيهم بتحتوي على كل شيء جسمكم بحاجه له، بس في شغله زايده هون انها بترخي الاعصاب وبتهيركم قبل النوم. يعني بتاخذوا اثنين قبل بساعه من النوم، لاحظوا ان بتناموا كل الليل مرتاحين وتفيقوا كمان نشيطين. بدي لكم يا جماعه انه هول فيجن ليلي ما بياكل لحوم، كمان حلال ليلي بهمه الامر، فيكم تاكلوهم بكل الاعمار، يعني من الصغير للكبير وللشاب وللبنت. فانا دايما بنصح فيهم كل فيتاميناتهم، بس بنصح يلي عنده مشاكل بالنوم مثلي. طعمتهم كاندي حلو حلو. اللينك موجود بصندوق الوصف للحجز، اوكي ودعوا له. هذا الفيديو مو بس حبينا نخبركم بالاول ايش يصير بحياتنا، يعني اعرف هواي منكم يحبون ودائما يجون على انستغرام ليش مختفين، بس تعرفون ليش مختفين، وان شاء الله بس نرجع دبي وامورنا كلها تكون تمام مثل قبل ونعرف راسنا من رجلنا، راح نبلش نحط محتوى من هذا اللي تحبوه. المهم هسه اني اخوكم العراش سوبر ستار، انا كنت قاعد على تيك توك فشفت اكثر شيء الاجانب اشوفهم ينزلون محتوى على هاي اللعبه، وهاي اللعبه كلش حلوه. اللعبه هي عباره عن انه يشوفك مكان بالخريطه، يعني مكان قول مثلا شارع بلد. مثلا يكون شارع مدينه شارع، فانت من هاي الصوره تقدر تمشي شويه حواليه، مثلا تقدر تتقدم شويه تروح يمنى تروح يسرى تشوف الشوارع تشوف مثلا السيارات وهاي لحتى تحزر شو هي البلد او شو هي المتحزر شنو هي البلد او المدينه. واقرب ما تكون اذا حزرت مثلا هي بمدريد وانت اخترت برشلونه فتخسر شويه شويه نقاط. فالعبقرية ريم اليوم ما حتخسر ولا نقطة لأنه أنا حافظة خريطة العالم. مياو. أنا عندي هوية بالجغرافيا. مياو. المهم فأبعد تكون أقل نقاط، أقرب تكون نقاط أكثر. هي عبارة عن 5 جولات، فهي راح تلعب 5 ونشوف إيش قد نقاط راح يصير عندها، وأنا ألعب 5 وأشوف إيش قد نقاط تصير عندي. واللي يربح بهذا التحدي فهو راح يتحكم بالشخص الثاني لمدة يوم كامل. هاي ما اعرف شلون حرام تتحكم بيه. انا اتصور انا اشطر بهاي اللعبه هلا بنشوف، لان اني مخ وهواي مسافر دول ف اسمع اسمع فاعتقد انه هاي اللعبه انه اني راح اطلع السوبر ستار اللي اني اسمع اسمع. كم بلد مسافر؟ فوق 20. نعد؟ اوكي ارفعي ايد. اسمع خليني انا ابلش. خليني انا ابلش. عراق، سوريا، الامارات، الاردن، السويد، فنلندا، النرويج، المانيا، هولندا، ايطاليا، بلجيكا، الفلبين، اندونيسيا، امريكا، تركيا، اسبانيا، قبرص، يونان، دنمارك، الجنترا. خلاص زهقني يلا. انا راح على فرنسا، هولندا، بلجيكا، دنمارك، فنلندا، النرويج، السويد، لبنان، سوريا، الامارات، اليونان، تركيا، اسبانيا، مصر. خلاص زهقني. راح اخلي ريم تبلش باول 5 جولات. بلشي. عندي وقت؟ اعتقد عندك نص دقيقة. اوكي هلا بعرف اقرب لانه مكتوب بوس. بوس؟ هذا باص يا ذكاء. ايه بس انا بقرا بشويته. امسك ايدك. تقدرين تلفين ريم دورين. اوكي هيدا يعني اوكي بلشت. هنا طاش لغز، طاش لغز فوق. اوكي ما عرفت اللغز. هذاك مغطين مغطين ال يا شافون السيارات قناعة. بارسا. هنا دخلي على الخريطة. بارسا. عط الماوس. يلا دوري. يمكن راح يخلص الوقت ريم. شو وقت؟ ايه زوي زوم على ما تعرفين وين تحطين. كيف عم تسوي زوم؟ ريم بهذا بهذا. سترينج. بهذا طلعين ودخلين. وين عادي وقت عمار؟ ريم طلعين ودخلين بهذا. اوكي دخلت طلعت وين؟ كيف مزيح؟ بارسا. يلا دوري على برشلونة. اعتقد ما لها حقت يعني ما اعرف ليش نطيها قد وقت. ليش في وقت؟ ما سالتك عمار ما قلت لي. اكو وقت اكيد. لا وين الوقت؟ ماما اسمعي هلا بعدين تبكي. عمار ما عم بيعرف برسا وين. برشلونه صايره على المي. برشلونه صايره على المي؟ ماربيلا. برشا برشا يا مدلل. يا صار لها ساعتين. ما في وقت لهي يعني اذا ما انطوها فريق برشلونه كانت عمرها ما عرفت. Yeah.
اوكي جس. اوه 9 كيلومتر من من المكان بس يعني كلش قريبه كانت. اوكي ستارت نيكست راوند روحي. عمر ايش عم تعمل ستريس؟ ما في وقت طلع. هم ساعدوش باول وحده. اكو وقت. مرات يقول لك ما لحقتي تختارين. فيكتوريا سيكريت سيكريت كافي جوبز. سوفينير سارة هذا أكيد برج البراجي. سوفينير سارة هلا مبينها جماعة أوروبيين حتى مبينها هالقعدة قعدة أوروبا. في شوف سيارة فورد. ده شوفش هناك ده يساعدك. شو هيدا ويسكي؟ هاي الخطيارة. كأنه هيك شيء. بانك غويال حس. فرنسا هيك حاسة. أنا حاسة فرنسا. يلا روحي لعد على فرنسا. حزري وين بالخريطة. أنا حاسة بس ممكن تكون بلجيكا كمان بس أنا حاسة فرنسا. كندا. كندا بس هاي هيك راح يصير غش مرتين منطيها الدولة. أوكي حزري وين بكندا هسه. ليك ليش كندا بيحكوا فرنسي؟ عم تعرف عن كندا؟ وين كندا هي؟ بتقرب الشاشة بالماوس. لك هاي بنتك عندها فيوز طاق. انا بعتقد تورونتو لانه تورونتو صار قريبة على امريكا. الله يخليك نزلي. فرح وميرنا عايشين هون كيف نجرب. تورونتو هنا صار بعد. يا تورونتو اوكي نجرب تورونتو. بتعرف اذا بخسر عمال مونتريال. وجزين النقاط بس 500 كيلومتر على قلب نفس الدولة. عايش بيج. اوكي راوند 3 لازم تكون شوي اصعب من هيك يا جماعة. حاسس انه بيها غش. هاي كمان اوروبا. انتم ما عندكم شيء اسمه دولة عربية. ايش مكتوب هون؟ باص ستوب. طب مش حتى شوف... عالم الدولة انطاها يا هذي مبيلي بلجيكا. هاي عالم دولة؟ شو يا عالم؟ ومعتي لبابا عجلة. لا 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 شو عايز لبابا؟ مستعين بصديق. لا حلومي. جابت امها عميدة تساعدها. حلومي ريم يلا عاد كم دقيقة على كل دولة؟ ابو ستريس عما من هو ده؟ هيدا حاس انا هيك هولندا. زين روح على هولندا. ما علي ما اقول لك. بس كثير فاضي الشارع وحيد الله كثير فاضي. هات لنا شوف الباص. كان عطلة اكسبرس ديليفري وورد وايد. اوكي خلاص حروح. انا بعتقد هولندا. هولندا وابو هولندا باي دولة. يلا ريم كيف وش رأيك انت بافريقيا هسه؟ ايه هاي هاي اوروبا. لا كثير بتعمل ستريس عن جد انه واحد مش خرجه يلعب معك. وين؟ وين هولندا؟ شو هولندا؟ هولندا؟ لا هنغاريا. نيذرلاندز. نيذرلاندز اوكي. الله. ليش ما بيعطوني بعد الناطرة الثالث؟ منطيش ثلاثة شنو؟ عمر يعني نيدرلاندز غلط؟ ما ايه غلط. شفيتس. اوكي كيف بعد شفيتس عمار. يلا ريم ايش طرق تعملها ستريس؟ بعيد سكوتلاند ريم من العالم ما شفتي؟ اوكي راوند فور. خلينا نشوف ان شاء الله ما ينطوها شيء سهل. اوه هاي بينا صعبة. ايه تركي. مياو تركي. بلا هيك يا قاضي موز بفتكل. هيدا تركي. ايه وين بتركيا بالله؟ هيدا تركي. انا رايحة تركيا بعد اسبوعين. نين طول لغز. هيدا سلطان احمد. سلطان احمد صوفيا سلطان مدري شو هي. بين هي راح تتحكم بيها والله لان وايد يساعدوها باللعبة. ما حيساعدوك الك كمان نفس الشيء. انا شو هيدا؟ اسطنبول. والله حطوا علم الرئيس همين بعد نقولوا لنا المكان بالخريطه. تعرف هالمره بدي وين راح تدخلين باسطنبول؟ خلص والله داخلي لجوا بس حتى اخذها. فايت على سلطان ابراهيم مدري شو اسمه سلطان احمد على البازار. فايت سلطان احمد. لا او ماي جاد 645 متر متر حتى مش
اصلا مو كيلو طارت البنيه مو. اخر جوله الريم الحمد لله يا رب. باي لغه هاي؟ انا اعرف من هاي وين هاي الدوله. مثل شبح. انا اعرف هاي الدوله. انت عارفها؟ سو والله 90% متاكد. سولاريوم بيرسينج هتدخل بالشاشه. بدي اقرا اي اقرا. شو اذا انا اطول قدرين في الدوله؟ ايه انا بقول من هو هذا؟ هذا ليفاندوفسكي. حتى انطوها اللاعب مال والله بقى. عرفت انه هيدا والله انا بقول شيء صربيا لانه هذا الاس بيجي عليها من فوق هيك يعني بوسنيا صربيا. زين روح اختاري صربيا وخلصيني. بوسنيا اقول شيء مو بوسنيا. يلا حلوف. شو ها؟ شو هيدا؟ ليش احمر ابيض؟ العالم عنده هيك. يعني هاي اللعبه والله يمكن عارفه انه ريم بدها تلعب مستحيل ينطوني شغلات سهله. بولاند كيف جوعشين؟ لانه حسني قلبي مكتوب شيء هون بالبوم. ساعه بوسنيا ساعه بولاند. بوسنيا اوكي يلا عاد. بولاند عم اقول بولاند وين بدي بولاند انا. لكم بارك الله فيكم. يعني مستحيل على البداية. عمار إذا بتساعدنا بساعدك. ما أريد مساعدتك، وش أسوي مساعدتك؟ يعني بوسنيا ولا بولاند؟ ما أقول ما أعرف أنا. اسمع بدي أرجع أكمل بالخريطة. غنبيزو قلبي مش مرتاح. هات لنشوف أسعار تينا. روسيا! ني كيف لون؟ ليك رمضان بنت جوزك. بنتي اتصلت لي دايما هي ساعة. أنا مرت عمي شوية معصبة. ماما ريسلاند أي لون؟ مش دخلي واختاري بالخريطة بجاه النبي محمد. لا كثير بيعمل ستريس مش معقول هذا بانك شو بركي شفت بانك شو. حيطلع كثير بيعمل هذا الدور اسم الدولة بمكان. آه زبالة. لا مش زبالة. شوفي شو حطيت فيها زبالة. ماما رح آخذ روسيا. بدي أشوف السما. انا حاخذ دروسي. انا راح اخذ هلا اوكي خلاص راح يس اي بولندا سيفو بولندا ريم روبرت لو حتى العلم مال بولندا طاج شنو ثول؟ فانتا بس انا انا كثير روبرت ليفاندوفسكي ما تعرف لا طز في هيدا انا قلت بولندا ايه قلت والله فينش جيم اوكي اجى دور السوبر ستار العراقي واخيرا ريم جابت لنا بنتنا هنا اعتقد ريم كان عندها تقريبا 16000 نقطه 19000 19000 نقطه كان عندك ريم اوكي هسه نبلش بس اذا هالقد سهله عمار لكن هسه دوري واللي دا اشوفه قدامي بهذا الشارع وشوية تاخرنا طلعوا كل ثلاث احتمالات اول شيء هي باوروبا شركه بي ام دبليو موجوده هناك واكتوبر فيست موجوده هناك كمان بي ام دبليو يعني المانيا بس وين بالمانيا هي هاي المشكله اقول ستوتغارت بروبرتي يعني انت بتعرف ان المانيا طبعا 100% بي ام دبليو وين هلا عاد مش حلو عمال اذا بتعرف كل شو اسمه ايه اني انسان اعرف بهيج امور بس شلون نعرف شلون يا مدينة؟ عشان بقعد تنطر المدينة هلا أنا بلد كنت كيف إذا عرفته. إيه شوف 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 السوبر ستارز قد سريع. ألمانيا هنا جرمني. فرجينا زدت سريع. بس مو ببرلين ما أعتقد ببرلين. فرانكفورت مينش ميونخ ستوتغارت. أوكي. أوه بميونخ 200 كيلومتر غلط. نيكست راوند. 200 كيلومتر يعني كتير؟ لا مو هالقد يعني عرفت الدولة وبس محافظة بعيد. شنو هاي المطار؟ السويد. من بين السويد؟ والله من بين السويد لا. لا لا مو السويد. شنو مكتوب هنا؟ عمار أنت لأنه بتعرف بالبلدان أكثر مني شو رأيك ما تنطر الاحتمالات ولا تكون لا بربك. إيرلندا.
ناي لا 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 هيك لا عمار بس وين بإيرلاند؟ لا وشفت معاش بدي العب اعتقد دوبلن اوه 8 كيلومتر ما بدي ريم انت كل دولة طوتش العالم لا بس انا ما كنت بعرفهم انت بتعرف العالم ناي عجب مش حلو واحد ينطر العالم ريم تريدين تعيدين اللعب؟ ايه بعيده هاي المنطقة وين؟ قبل ما يعطوك عجل عرفت ايسلند بسرعة 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 يلا يلا ايسلند يلا يلا طب يلا يلا حط المطرح عجل 11 كيلومتر شفت اشهر واحد عندهم بالدولة اسمه بيورنسون بيورن هارث عجل عجل عمار يلا يلا هاي لا هاي صعبة ما لا دغري 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 ما تفكر ما تفكر مش غلط medical animal hospital بنيارة هاي لا قبل العالم قبل العالم برازيل بسرعة شعرة بسرعة بسرعة ميجي لا دقيقة لا 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 ما ننتظر لا 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 عارفين برازيل كبرى هل 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 بسرعة بسرعة قبل ما يجي احتمال الثاني يلا دقيقة 1 2 3 4 5 دقيقة دقيقة هاي شو منها ما اعرفها منها يلا حط لا دور ريو وين ما في دور ما بتعرف البرازيل بلي اعرف برازيل هلا حط قبل ما يجي احتمال الثالث قبل ما يجي احتمال الثالث هلا حط ريم 1 2 3 هلا 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 ريم لا حتى لو اجى احتمال وحياة الله انك مكسيكو معش بدي العب سكر الضغط عمار بس وين مكسيكو اوكي خلينا نشوف مكسيكو سيتي 7 كيلومتر والله جيت رايح على البرازيل اوكي اخر واحد بسرعه شنو بسرعه دقيقه وانا شنو بسرعه هيدي بدي اعد لها 10 بقوم خلصها لانه اخر واحدة اوكي ليش صار الشاشه هيك 1 2 لا ريم مو بكيف 3 4 ستامب ديزاين هاي 5 هاي لا مو روسي هاي 6 يا نعم 7 يونان 8 9 11 كيلومتر شو الكتابات على المحل وبعدين هم مشهورين هواي بال تمثال تماثيل تمثال 24000 نقطة وات والله يعني ترى قوي بهاللعبة ريم والله العظيم شايفين انتو هيك جمال حتى هي مصدومة يعني انه شايفين هيك جمال انتو انا في حياتي مش شايف هيك جمال فيديو جاي فيديو جاي فيديو جاي اتحكم بريم ليوم كامل هي انا اصلا جد اسرع منها وجمعت نقاط واي اكثر منها ثاني شيء بقول لكم هواية هواية شكرا لأن يعني حضرت هذا الفيديو سويناه عصر حمد تحكم فيه أنا عندي مرورة ريمة بس هتحكم بيك ثاني شيء شكرا لأن يعني حضرت هذا الفيديو صراحة أنا هواية مشتاق أنه أسوي محتوى ويا ريم مرة ثانية ونرجع مثل قبل وهذا فيديو صغير وخفيف شوية إن شاء الله عجبكم طيب وإذا حبيتوا هاي الفكرة وردتوا جزء ثاني كتبوها بالتعليقات همينة love you guys وإذا ريم هسعد هالشي تقول لكم يا خلص قوله رح أتحدى أبو ريم بهاي اللعبة بنتي بلش عندها الكوليك فالحمد لله خلصنا الفيديو الحمد لله خلصنا الفيديو بحبكم كتير ما تنسوا تحطوا لايك مجرى عندكم على البيت وبعتقد هلأ هيك شوي شوي بلشنا نروق يعني بنتي صار عمرها شهرين فهلأ عنا شوي وقت زيادة لحتى نصور لكم اوكي I love you